السلام عليكم، انا اسمي التاف ولد الحبيب ولد احمد بابي بتاعي. كنا في وقفه سنيه في حي السكن الصامت مدينه السمارة المحتله. جاء تدخل علينا قوات الغزو المغربي بتدخل علينا جاو بطل العلايات، جاو بطل تركي، وانا واحد من هاد الضحايا. جاو واحد منهم لبس السفين، رفدني للسما وطرحني في التراب وخبطني بتاش وعشت الجبل الشعبية. عمري 12 سنة زيد في 2000، وانا قرا في السابعة ولا أربعة في المدرسة في الإعدادية. وزو أهلي جاو معايا للعيون للطب، بس ما قصيفتوني بعد هون للعيون. راو دا كامل مولي يخلعنا وما نمت ساحبين. عشت الجبل الشعبي.